رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وحن إن شاء الله تعالى وحركة المعنى دونا مقاصد الصيام، أما أسرار الصيام وإنه لجد إنه كتوى ابن سعاشة محا إلهي سبحانه وتعالى إن أجم الصوم إنه كفر اليوم محا إلهي سبحانه وتعالى إنه كتش ذي أما بيش رمضان هنغطو أما حليضة كلاتو اللي نوسم لي إنه نصنع هنغطي. ما هي المقاصد وراء فرض الصيام؟ مقاصد هي الضنط اللي قال لي يا وام حي حكمة كتش التاي وام حي فإذوي تلقيه لي يا وام حي إلا شيء قوحة اللي كتش ذي أما الله أمره إن فإذا كتش التاي مركو هو الرئيس علماء الإسلام بسؤال بإسويدية سؤال شخص وطاها يساهرت من بناتها مركو هربا إنك آذنا أهان أضوما أهان من هو بناتها إنه إلهي سبحانه وتعالى أفعاشي أما أحكامة إلهي بجلين سبحانه وتعالى إنه حكمة كثيرة وإنه رهن محا إلهي بجلين سبحانه وتعالى سؤال شخص وسؤال أي علماء إسويدية يعني هل يجوز تعليل أحكام الله سبحانه وتعالى؟ إلهي أحكام تيسا إلا يرادة إلا كذن بيسا أنا صوبا كذن بيسا محي دين الإسلام فقط يا اللي سوي دين رنتي ومسائل كأبود ضوضة بضن مسائل بعلم الكلام كأنا عقيدة ذا مثل درسي مسائل كأبود مران كبضن ويان الله يسكو قبصول يسكو جيد جيدو أرت إلهي سبحانه وتعالى قالوا وحي كأجن وإلهن إنه هرت كم إنه نهي أيين نهي سئين إله سبحانه وتعالى أفعاشي سبحك مضينا إن أظهره إله وحاس وجهلا أضوم إنه نهي أضوم أمرك الذي هو قاطع هذا الآن إن سؤال ما شاء الله كنا ما وبنا أنا ما نفرنا ولا سازيره وحي كلو كأجن دين حكلا توقع إله سبحانه وتعالى سجى خالق الكون سجى أبوري وسيدني وربي سبحانه وتعالى وبالتالي إلهي ومبهنا سبحانه وتعالى حكمة إنه يقدم بيصو أما الظن إنه كلية هاي وحاو إنه جدين يجب صادرت الوحي إلهي قارب عرباء شاعر هذا أما ظنتي كل قد عرباء شاعر هذا وكلاته وحي قد ذي إليه إلهي سبحانه وتعالى أفعاشي سلماع إلا ذينك ولا مؤرك ولا سبب يغرضي باك الظن يظن باك الظن بيص محايا لي وحي ما نيسا إن إنه إلهي نوبه هاي وكلاته باكنا لنا يسمي إلهي مركا تأدوا مع الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى جاء هذا بسنة يوم وإن إلهي سبحانه وتعالى كان في سلع الليل لكن حقيقة سيداكم أي السعودان ما في الفقه اللي تشوفه أما أصول الفقه اللي تشوفه واحد أحس أيام يوم بنعك الأول يجي وماذا بكم معتزلة ذا من قال إلهه أيه وياه أفعاش إلهي وإن له إلا وإن له إرادة إلهي سبحانه وتعالى محوح أنه أمري صارت إلا هذه صادرت قولك أهل السنة والجماعة ولماذا مدي الصحابة سلف كي أي قبين محققوا أهل السنة والجماعة وحويان إلهي سبحانه وتعالى أفعاشي سا هي أحكام تيسا إن أي إلا ذك الضم بيسا السبب إن يكذب بيسا وحى إلهينا أمر سبحانه وتعالى وجه إلى ربي لمقاصد عظمى سبب هو وين أو الدناء أو إن نجم مسألة حد هنا أيها كنت لكن ما إلهي سبحانه وتعالى دنا نسوي كل إياه أما مسألة حد إلهي كل إياه سبحانه وتعالى ماها صادرت إلهي سبحانه وتعالى إلا اسمه يديه محا إلهي وحاس وجدي محا إلهي صلاة إنوفري محا إلهي الصوم إنوفري محا ربي حجك إنو كفر ليه إلا اسمه يديه فإذو ين بضم باكد أرانيا فإذو ين كدرانيا وحا كم إذا إن نفهمنه أسرار تشريع على إيا إلهي سبحانه وتعالى سوء إنو كنا حريصان أيو إيا ميلاها إلهي حكمة دي سوء أي دكتي وشريع على إيا أحكامة إسلام إن نفهمنه إيا فإذو ين كجرة إن نفهمنه أي أهد إنو كجرة وحنا كشرا إن إنه فهمنا تشريعات وحباء الله سبحانه وتعالى إن فري لفظ الله مقاصد بليه دنا لقليه دنت لقليه مركاسي وحنا كود كامل قلنا سؤال كاسي إن مرك أي سكوري مادان وأي نقطة مثلا وسنة كان يوم يوم كرسلا مسحات كان هذا كل هذا سكوري مادان لولا سكوا قبل وياه صار عن إن ترتيب ست بقول ما نيسا وترى ما يتنام مهم سن
maxay tan tan looga jeedaa su'aal ma isin marka adiga plankaaga baad dejisanaysaa marka sharaacada adoo fulinaya ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu jireeyay adoo fulinaya baad haddana kala hormarinaysaa oo tartiibkii aad dejinaysaa weeyaan waxa kaleeto oo ka dhalanaya qofku in muraadkii cibaadada loo jireeyay laga lahaa oo taarget ka dhigto oo toogto si uu u xaqiijiyo haddaynan isweydiinin soonka maxaa looga jeedaa oo lanagu faral yeelay hadde kama dhalanayso markaas ma aan gaari karo oo ma heli karo inaan idhaahdo wallaahi soonka waxaa loo jideeyey ilaahay in laga cabsado subxaana wa tacaala taqwa allaahi subxaana wa tacaala tusaale ahaan marka taqwadii waa inaad cabirtid halkaas aad yani yoolkaaga ka dhigatay ama hadafkaaga aad ka dhigatid bay noqonaysaa haddaad garanaysid ma ogtahay haddaanad garanayn laakiin inaad iska sortid bay noqonaysaa adoo aan garanayn danta looga jeedo soo arga maysid sidaasoo kaleeto salaada haddaynaan fahmin danta looga jeedo iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala ka rabo inay ka dhashaa salaada haddaynaan fahmin waxay imaanaysaa inaynu iska tukanno innagoo aan garanaynin waxa looga dan leeyahay wabitaali hadafkii looga dan lahaa inaynu gaadhnay inaynaan gaarin ma eegi karno mana garan karno marka aad iyo aad bay muhiim u tahay qofka muslimkaa inuu fahmo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey ama uu amray oo cibaadooyinka ah danta laga leeyahay faa'iidada ku jirtaa waa maxay sirta ilaahay ka leeyahay waa maxay waa inuu isweydiiyo addoonka sidaa darteed ayaa culummada islaamku markana korba u baxno soonka baa inu iska dayno ay waxay isweydiiyeen maqaasidu shariica diinta islaamka oo dhan shareecada islaamka oo dhan marka la eego cibaadooyinkeeda marka la eego axkaamteeda marka la eego xataa jinaayaadka iyo panel codeka waxaasoo dhan marka la eego maxay diinta islaamku qasdiga ay u dan leedahay waa maxay shareecada islaamka ilaahay axkaamta inoo dejiyey muxuu uga dan leeyahay subxaana wa tacaala guud ahaan marka la isku duusuubo shan arrimood ayay markaa culimmada islaamku soo saareen markii ay nusuusta shareecada kitaabka iyo sunnadaba ay eegeen shan arrimood bay isku waafaqeen kuwo kaleeto oo badanna way jiraan oo laga doodo laakiin shan qodob layskuma khilaafsanaa shantaasi waxa weeyaan shareecada islaamku axkaamta ay dejisay oo dhan in looga dan leeyahay xifdu diin diinta in la ilaaliyo qofka in diintiisa la ilaaliyo taas waa qodob qodobka labaadna waxay xifdu nafsi qofka naftiisa in la ilaaliyo sidaa darteed wax allaale iyo waxa axkaama oo ku soo arooray inay xaaraan tahay qofka in la dilo in lagu tacadiyo in la dulmiyo haddeeba lagu run yahay qisaasta axkaamteeda diyada axkaamteeda waxaas oo dhan jinaayaadka qofka haddii dhaawacad gaarsid waxa ka dhalanaya oo laga adiga laga rabo inaad maarata magbixisid waxyaabahaas o dhan waxay ku imaanayaan xifdu nafsi qofka naftiisii in la waardiyeeyo oo diintu waxay waardiyeyn kartaa qofka naftiisii saasoo kale diintu waxay waardiyeyn ka tahay caqliga oo wax allaale iyo wax qofka maankiisa doorinaya ay diinta islaamku waa ku xaaraan saa darteed baa khamradii iyo waxyaabihii ka dhalanaya iyo xashiishka iyo waxaas o dhan loo xarimay oo xuduud looga jideeyey waxaa kaleeto waxyaabaha diinta islaamku ilaalinayso ka mid ah waxa la yidhaahdo allahu lmustacaan waxa la yidhaahdo nasliga ama cirdiga yacnii taranka aadamaha tarankiisu inuu si wanaagsan oo sharaf iyo maamuus leh inuu usii socdo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u dan leeyahay saasaa markaasi loo jideeyey guurkii waxaa loo xarimay zinadii waxaa loo xarimay fawaaxishtii waxaa loo xarimay wax allaale iyo wixii gogadhaaf la xidhiira waxaa loo xarimay axkaamta la xidhiirta cawrooyinka oo la asturo guryaha in laga idan qaato wax allaale iyo waxa aadaabta noocaas oo dhan waxaa looga dan leeyahay in sharafta iyo nasliga taranka in la ilaaliyo waxaa sidaasoo kaleeto ka mid a waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu u dan leeyahay oo ilaalinayo maalka xoolaha in la dhowro xoolaha in la ilaaliyo xooluhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ilaahay diintiisu ay ilaalinayso saa darteed ayaa ilaahay wuxuu xarimay subxaana wa tacaala dadka xoolahooda in la xado in la xoogo in la bililamaysto in la khayaaro in xooga xoola agoonta la cuno in wax allaale iyo waxa axkaamta la xidhiira xoolaha oo dhan waxay soo gelayaan baabka ah xifdu almaal maalka in la ilaaliyo oo la dhowro soo argi maysid saarna maxaa gacanta loo goynaya ninka tuuga dadka tacadiga samaynaya oo dadka xoolahooda ama takhwiifinaya ama argagax gelinaya waxaasoo dhan shuruucda ku tacalluqda waxaa ilaahay u jidayay subxaana wa tacaala lixifdi almaal marka taas waa iska madhal aynu rabno inaynu ka galno ama aynu ka fahmno diinteenna islaamku inay tahay diin maqaasid leh oo dana leh oo sira leh sir baa la tooganaya wax kasta oo sharci ah oo ad aragtid sir baa ka dambaysa si taa inaynu fahmnayna waa laga maarmaan markaas haddaynu soonka u nimaadno nebigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu si toosa inoogu ishaaray oo ina fahamsiiyey in ilaahay subxaana wa tacaala wax ka baxsan gaajada iyo haraadka yacni in la adhaysto oo keliya ama la iska ilaaliyo waxyaabaha soonka guriya in la iska ilaaliyo oo keliya wax ka baxsan in soonka looga dan leeyahay saa darteed baa nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam ruba saa'imin
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صلاته أو من قيامه إلا التعب. يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام وحى بضن هن إسكسومي ضد إسكسومي أو صومن، لكن صوم كله وحبا أنك ديفينين وحى كفى إذي أن أوقاتي أهرادا عن أهلي جرين وحى جرى ضد همين كفى الصلاة التهجن، لكن الصلاة التهجنية وحى كدف يعني أهلي جرين معانو مرحوة محي ماشي كل جرائي وحى كم غل أو ضد كاسي أهلي فهمين مقصد في يدنتي لوغد الله صومك إن لغو قارو أياني فهمين مركا فوم كي سيب اللي مادن صومك فوم كي سيب قرأ يقل فوم كي سيب اللي مادن نحو كي سينا وي إلا وين ويا سأرق ما يزيد صادرتين أي وحي إلا وين مركا مقاسد يو أضيعين هدي مركا نبو صلى الله عليه وسلم قولها رقباتي وحي هليان صومك وحي مكيليان قاتشي يهرات وانت وحا لي من إسرائيل وحا بيشنا ضدقان حتى قاتشي يهرات كنا مكيلي يا لواقس dadku waba ka joojinayaan moogtaan oo gaajadu waxay aan kamid ahayd maanta waxyaabaha soonka la socda mar walba kamid ahay laakiin maanta waxa laga yaabaa rag badan inaga kamid ah in markii soonku soo galo cuntada aynu isticmaalayno iyo biilka haajida loo dhiibayay uu ka bato biilka loo dhiibi lahaa bishii hore waxa keenay cuntada la iska daayay la yiriye maxaa cuntada tirada badan loo soo gadaya waa waxyaab la moogtaan saadarteed ayaa waxa laga yaabaa rag badan inaga kamid ah bisha soonku markay dhalato إن مارك تي ميزان كنا وحنا مارك كورك عم بس الرجل ماشى بعد لقيم هذا production لقيم هذا وهاس ورد عم ميزان كنا والرقوا الوهم إنه مبان ماشى الجربي وحلاقي بعرف يو بيشو مارك طماطو كعواي إن الجراب الغياء حقيقة مارك كواس وحوي ليس لهم حتى من صيامهم ولا التعب ولا الجوع أحمد ما تصوم بذلك ما هي كواس ويا حقيقة هذه أدمر مهم وطاي إنه مقاصد إنه فهمنا إيه أنا كريه وقت يلا وحنا إنه كريه إنه بدلين يا وقت يلا وحنا إنه ee waqti uu nasaxan kale bedelayna laakin soonku macnihiisu waxa weeyaan iyo dantar laga leeyahay waa in gaajadu iyo haraadku ay ku dareensiyaan baqaasid kale oo ka dambaysa oo qaar boono kamid ah aynu arki doono culimada islaamku qaar ma duumari doona insha Allah ta'ala culimada islaamku waxay isku dayeen runtii in ay maqaasida soonka looga dareeyay asraarta ka dambaysa in ay tahay midba marka ay kooxbu ma arkay sheegay oo Umar ibn Husayn marka waxaan rabaa inaan insha Allah ta'ala sawta kulwad faa'iido ku jirta marka waxaan ku aansaday in aan qaar badan oo kamida ila 12 aan marka aanu xusno oo marka hore aanu nahay qaar kamida dul istaagno insha Allah ta'ala waxa kamida markaasi qodobada ay sheegeen oo soonka ka dambeeya ikhlaas niyyatu istihdaru muraqaba qofku markuu sameeyay niyyadiisu waa joogta saarga niyyadiisu waa joogta ibaadadu sameeyay maskaxdiisa oo dhan buu ku sameynaya saarga maysid muraqabada iyo iskilaalinta iyo istawrista iyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala la socdo aadi aad bay ugu weyntahay qof markuu soomaan yahay taa marka danaha soonka looga dan leeyahay bay ka mid tahay waxaa ka mid ah taqwiyatu irada qofka in uu yani waxa weeyaan xoog ku yeesho in waxa uu doonayo uu socodsiiyo qofku waxa laga marka ramadaan aanay ahayn inaad cuntada iska dayn karin baalaga maalin kasta aad ku dhaarato ku xiran daraaqdid wallahi maanta waxa weeyaan miisaankaygu waa inaan dhimo oo cuntada aan xusuuq ka cunay waa inaan iska daayo shaahiga kafeega waa inaan iska daayo sigaarka rabbi sigaarka cunba waa inaan iska daayo su'aal ma isiyo wixii la mid ah waxaan tusaale ahaan baa laga yaabaa ninka intaas oo jeer inuu go'aansado bishiiba intaas oo jeer inuu nadro baa laga yaabaa dambi ku galo su'aal ma isiyo laakiin anay u xaqiiqoobin maxaa yeelay iraadadii iyo doonistii iyo go'aan qaadashadii waa meesha ka maqan laakiin bisha ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu kaalmaynayaa oo aad dareemaysaa aad arkaysaa يعني أضع جهد بدن يدلال بدن بأنكو بحن إن العمتاني إسكا دين كرتد إن العبتان إسكا دين كرتد إن أبوحا ويا وحيابي خلالات كاها إسكا إلا لين كرتد إن هدي ألا بكورو يا هيدا قفكي ماتي سيقال يا وحاسي إنت وسمية دي معبيو سؤال ما يزيد مركا رك بدن وحيابا تانس قلتا هلونتي إنا وحيابا عصران هاي إسكا بويان وهذا كفاقة إيو شاهة إيو حيابا نوع عصقلتاء إيو سيقال وتنسوا واحد دنبيا وحرانا الله إيو وحي اللهم إذا هو مالك النوع عصقلتاء qof wuxuu awood u helayaa oo iraado iyo cazimo iyo go'aan ku gaari kara inuu iska daayo wayna caawinaysaa weeyaan runtii waxaa ka mid ah tajdiidu tawba qofku inuu maadaama kuyo tobanka bilood oo bisha ramadaan ka baxsan qofku lagayaba inuu iska shaqaysanayo iska ordayo aanu ma aragtay aad u dadaalin diinta iyo cibaadada aan ugu dadaalin war bisha ramadaan waa bil tawba qofku marka qof kasta uu toobad keenaya ilaahay uu soo noqonaya subxaana wa tacaala masaajid soo fadhiyo istaghfirullah sanaya ayaa arkaysa toobad keenaya maxaa keenaya waxaa keenaya bisha maqaasida looga dan leeyahay iyo faa'iidooyinka ka dhalanaya bayba ka mid tahayba ama soonka ka dhalanaya waxaa ka mid ah tasalluxu bisabr qofku adkaysiga iyo sabirka ayuu helaya m
بحير البشر رمضان وحي كبح سن قف هو يسأل تلمام إنه وحي الغيابة إنه سن حقا بيا سكدين كرين أنا حقا ما رتب عطاء قصب لكن ما الغيابة لكن بشر رمضان لما تنسى عضد من صومنا سؤال كميسي المير كهذا صومن كوي تمنشب تمنشب بعد تسا صومن وآخرة شعلين محاك هنا يا وحاك هنا يا صبر كام أيو قف ما أردت هوب كان لغانا يا مارتة كدو لا تبيا هو يعني وحاك الوقت من ذا حيبان كفا إيدي إنه التدرب على الطاعات يعني طاعوينك إلى بشر رمضان وبالقف وأسوة شيء سنو إلهي نعابده سبحانه وتعالى صلاة دي صوم دي صلاة دي ذكر إلهي القرآن قراءة القرآن قيام الليل قف قدن وحوه يكون مشغول سنه عباده تابر هو حكينا سقف إنه كنت هو برضه ويراء الأفضلات هذا ودي إنه سين وذكر عبادة دي سين محاول دي ذي مربع هذا بشر رمضان بلغن هديه ودي قف قوح هو ذكر يا بك إنه سين وطوية شكل آوي على التعسيم وحكم ذو حيابا إنه بشر وانا كفى إذن عبد الله حسين تقويم الأخلاق قفه أخلاق ليس إنه توسيم أول نوع عارف زمرك هو رأيته أفكس أنا ما لقيه اللي ترين وبشر ضامن كسوق الشو نيجي حتى الربع حقول تروح صمر هاي سكر سكت غير لك إسحاق وحكينا يا وحكينا يوقف وروح ترين قطعنا يا أخلاق ده ونعكسن أفكس يبو نور يا أدي أفكس يبو إلى علينا يا وحويا وحيابي حرام تابوس كإلى علينا يا قف كنوع إلى شيء يا مركز حماية بشر قف كيسو أرجع ما يصير وحكم ده وحياة عبد الله حسين انتقاء المعاصي وكف النفس عن الهوى قف منه الذنوب هي معاصي أو مركة كلاطع فرضها قف إنه كله عاق أيه قصة هل أنت بشر رمضان إنه كم قاق ويسكده أيوه قف حتى الذنوب هي كبائر الذنوب هي وحياة الله خلاص ما تسمين شري ويفضلها بشر رمضان إنه يسكده أيوه بناك على كم مرة محيي لي وحوي قفك وحياة الله صار أكيد ضم عاون يبا شري بشر رمضان وحكي له كم ده وحياة بشر رمضان لقفة إيدي سنة يوم إن قفك وكل الرجالين أيوه إنه مساكين تا هي فقراء وقلنا حريصته وقف له أنا قل يقف دريمي ورجع كذا ضرب أي دريمي يان قف ولا دريمي وكرنا يان وحليه بشر رمضان مرك أنا هين قف وإنا وما أركت أي مساكين تي حاضر أنا بريزوت سوى دركسية قاتنا ما يسهراتنا ما يوم وقت هاي وحكي كده كان طيب مثلا هدي ما ترى أنا كارش كده يوم كله يا هاي قبل واحد شدنا مع تي وتك جانا جوبته أما الصومالي جوبته يا أو قاتي سن أو فقير هذا وحليه من هذا دريم بدن يسمى بيلم بالغية بس هو كله دريم لكن مركي كبدني عن صور كده قصو قاعده اما فيديو عن قصو دوه من هرت هذا صور له يده قوي يسوى برونا يسوى قوي دي سلسة أدركتين يا ووجه هذا أدركتين ملامح وجه هذا أدركتين تمه هذا أدركتين بركة يقبط هذا أدركتين وسخ ذا دعمه هذا الروي هذا صارنا أدركتين وتشبه سال الله محاوية انكسار بعض الروح عيا مركي لو واحد كنت تري سائل ما أنت أنت كذا يبادتين صوم هو عين خاصة على تمرك قف ما كانوا قاعدين سنة قاعدين ما دري مين سأرجع ما يصير لكن مركي هو قاعد كل حبة عيسو وقاعد كذا قبته أهراتي وقبته وحدريم يا وفهم يا أرين تاني سلا أي تعب وقرن يا مسكين هو واحد وكل حشرو قرن يا وياه أرين تاسنا آدي أبو مهم وطعي وحيابها كليته وبشر رمضان إنه كفى إلى سنة وح كم من أمضى إسلام ك مدينة ما ذا هي إسكور طب كذا هي إسكور حنان ذا محايا لي ضد المسلمين هل مر جود السومي يا هل مر بالوضع بلاوي يا هل مر بالوضع طمين يا هل مر بالا وده بعيدة يا سؤال ميسي مساجد دي بالاسبوع ما ليا ميسي اللي شو هذا ومضى وكان بعض المجتمع إنه وإن كنا إحنا والله هاي رب واحد ليه بعد أركب شرين كوي يطمن كبلا ولا صلاة في هذا لكن هي مساجد تراويح دي هي بعيدي هي جمعات كي هي صلاة دي عطوا أحكي سام مرك واحد ويا صونكو ومضى مدين تيلا هي إسكور ضب كي هذا نعم واحد ويرنتي وأوكيني يا ويا أريد أسمع مرك آدي آد بالمهم قطع هاي إني ندرع سينو رنتي لنا كلياته عربو مرك كأجن وحيراهم صونكو واحد كوجنا وحيابه نفط هذا أديك عاونا يا وأسرار نفسية بقولها وحاجوتنا أسرار دينية والدين هم بساعدة يا وحاجوتنا أسرار اجتماعية ومجتمعنا مرت عاونا يا وسكينة يا وحكم إذا مرت أسرار بقولها أسرار مرتي حاجة تقوية الإرادة كذا سيد صوت المعني رنتي مرك آدي آدي مرة قد دراسيين وحبضنا وبش يجن وحنا ندرس لاجا مرك ونقيم كم إذا بيمو صوت عذرنا إن شاء الله تعالى أنا واحد سكدي إن أم أن يرى مقاصد أسرة مضوا أي شجعان أو تحن أن أفر قيود أن سوق اليوم أفر جروب هنا نقيم اليوم أفر الجروب نقيم يوم حويه جروب كم إذا مقاصد أي دين تقدر لا راح يسون كجروب كم إذا أو بدن وح يسوق ليان وحبه قفك مرك هارة الديارين ليا أو قد ديارين ليا إن هو صوم أما أسرة قليلة إن هو صوم وح كم إذا تضل الله سبحانه وتعالى إلهي عم سيدي سأقفك إنه ضريره هذا أرنده أقفك هاتو يسأل مركو هراوي كتشي لإنه الصومعي مسهرنا ما بسومي يقفك هاتو سأتقوذي إلهي أصل كيادو هدانو تشوكين قفك مسومي يو
وعكما تقوية الإرادة حدوث قفك إرادة أدق وصل لهين مسومي كرو مركب مرحلة الاستعداد ويا ومرحلة قفك أدي الكروبي إنه الصومه أو صنكي إنه بلابا إنه وضه ما أرتكوا عاونا سويا إيو قفك إنه ما تشهوات كي حمل نوع عسكري تأس كدائي مرحلة دلا بعد هو مرحلة التخلية مرحلة التخلية وحنا كودنا قفك إنه اسم ضيفيه أو وحيابها كهر استايك على عبادة وحيابها كذا بقين كرا إنه قفك كبوه سيد ذنوب تأي معاصم كأنه قفك توبت كرا وإلهي سبحانه وتعالى الله تو وإلهي استغفر ويديسته وحمانتي إسكدة أيو وأحمدي إسكدة وحبان نوع عصبنا وحي كعاون يا قفكي إنه يعني واحد ويا قفكي النظيف بقول سو إلهي أول استغفر سبحانه وتعالى سؤال جميل يزيد هو قف أي استغفر رمضان هذه دي أو سخط أي كسارنت هاي ذنوب تأي معاصدة وسخطوا ده أي كسارنت هاي سورة قل ما إن كف أي دي زيد إلى هنا سبحانه وتعالى ما أقبل أيوه لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحي أقبله ذلك المتقين تعمل قول الله سبحانه وتعالى مرك هذا المرحلة دي كوات يلا بعد هذا صور عفين إن البشي كفى إذا ستين أو خيرات فيه يا بركات فيه نفحات كبشة كفر قبل ستين صور قبل كونه غرمي سويا يعني الشيطان كما بكاوري سوي نفتي ما كاوري سلاك يسوي مع عاصدي مرحلة الصلحة الوحوية مرحلة التحلية قف وحويا إنه اسكو قرحي مركاسي طاعاتك إيا وناكي إيا وحي إلهي لو قلوا لي سبحانه وتعالى قف إنه اسكو قرحيه أو اسكو شرفه أو إسا صاره ومركز كفى إذا يستوك صومك هي صلاتك هي قيام رمضانك هي صدقاتك وحا صوتاً وحوي ووناك قفك وسوى فرق نفسك ويا إلهي سبحانه وتعالى سوء الله ارتبه يعني وكفى إذا يسنيا مركز واحد ربي هي تاس مرحلة التحلية قفك واسكو حين الديبريشن بسكو صمينيا وناك يبو قادر يا كفى كفرك وسنيا إلا وحوي مركز وريته إرادتي يا تقودي بسوحة جيتي مركز لما أنت ذنوبتي يا معاصري الشيطان بكسر أتكاضي مركز صدحات مركز واحد قطي أرسن إنه تكفر قبصد هناك وبيش رمضان وكفى إذا استوى ديابه القريسة مرحلة هذا مرحلة وحويان صدحات مرحلة أفرادنا وحويان ومرحلة الجائزة إلهي سبحانه وتعالى هورتي سيبتو يستاقه إنه أبا المريض يقف قطعته الدخول من باب الريان العتق من النار مغفرة الذنوب إلهي نصير سبحانه وتعالى سؤال كبير قفكم مركا إلهي بلقل مياه سبحانه وتعالى إلهينا أبالك الوصينية لأنه وحن أشيوه إنه أردن وحيابها وحي كم دينهين بيش رمضان لقفة إيدي سنة مركا لكن مدو البابا ميل بسوق لي يا هذا إنه مركا سي أي إنه أفر قضب كسوق على أنه قضب بدي قول مدو أي تحيان أو تغذى بطناء أفر كليا كسوق على أنه ومقاسد أبوة وين أما شنبا روح مقاسد أبوة وين أو رمضانك أما الصونك اللي قد اللي هي هيئة وحويا مدك وهذا نسوق على أنه وتحصيل التقوى لتزكية النفس قفك إن أحقيتيه أوكارو إن إله سبحانه وتعالى كعب صوم تقوى الله سبحانه وتعالى قفك إن أوكارو تازم السعد باب إله وكوشة سبحانه وتعالى يقلبوا إله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والسبب ما هو سبب لعلكم تتقون سئل إلهي وغبقنا سبحانه وتعالى أيا إلهي بشر رمضان إن الصومتان إذن كفر ليلهم سبحانه وتعالى هل كان ربوح أنه كفى منا إن صومك إلا صومه لقد نبقى إن الله لقى عبسه سبحانه وتعالى ويكوسى عليسا وعاد نصدها ما كان ربوح أنه شاك ليت نوقفك مركو هرب التقوى بها يسوء صومه وإسكبيان محايا لأصل التقوى قفك استقوى مسلمة وأنه هاي سوى خصب ويان لأن أصل التقوى إسلام لمدي ويان سؤال من تامر بوقفك صوحة قيتيو أو صومه wuxuu gaaraya markaas taqwada maqaamkeedu ugu sagreeyo iyo qofku gaaraya ilaahay uu dhawaanayo subhanahu wa ta'ala al-imam fakhru razi mufassirin ta'almada ka akamida wuxuu leeyahay waxa mas'alada ay ruqada tabtaqoon marka uu fasiray wuxuu leeyahay waxa ka fahmayna annahu subhanahu bayyana bi hadha al-kalam anna sawma yuwarithu at-taqwa ma yurithu at-taqwa sawmku wuxuu ku dhalsiinaya oo gacanta ku soo galaya taqwada ilaahay subhanahu wa ta'ala maxay yelay شهود أيام قفك تبسي يعني وحبيب الزايز كان قفك والربي أيام كتبيا يهودي سئن الراحة انطماع الهوى وهو يقفك كبرك يسلويندي يعرضي يحناقي وحاصطا بيك على النساء وحي مركا أردا سكو كالبين سيقفك سي إلهي مكعب صوته سبحانه وتعالى وحن أرانك لنا مركا الصون كنت تقوى حق هذا مركا لقاء يقو وحكونا حرزينا يا تجديد العبودية لله سبحانه وتعالى الضوانك إنكو قرأوا صدقتوا مساجك صوت قرأوا رمضانكو مركا أوردشو إنه قرأ وصدوا إنه أدون إلهي يا سبحانه وتعالى أدون الله يا سبحانه وتعالى إلهي إنه عابد لقدونه يو خاص ويكون حرسين إيسا وحيك لو كنت يسين إيسا إن إلهي سبحانه وتعالى أدون نواتد محايا لو وحر وعباده أسمين إيسا يوحى سبحانه وأدسكر ريح إيسا وحيكيني الإلهي لأول نواتد سبحانه وتعالى وحاك لاتو هو وحا ويان أي كنت حرسين إيسا ما دام موسم وموسم وين وإلهي كودي ياريه ويهي
قفك دوا كفى إذا سريع شيطانك هو حريه هاي ونبينا وفريه هاي قفك وكفى إذا سريع لو كفر قبسنا يا آدي آدم لك مهم متعي إن هدفك تقوى اللي يراه داي مروا البع علاش إنك وكشره بشو مالنت أي بلابطك إلى مالنت أي كذا ماريسه أيون اسمه يدينه وتقوى إلهي سبحانه وتعالى هل كيف إيه مريسا عبر كده هل كيف إيه مريا سألك ميسي أنا دواين آدي آدم بده دالو حطينه إلى عقله كأجنه عبادوينك هي تعاليم الدين الإسلام كأي دجسي أو طنبا وحلو جدا ليا عباد إسلام هاي إلهي لا تقوى إلا الوجار سبحانه وتعالى تقوى إلهي الوجار وقفك إسبدل وقوي ماله سؤال ميسي تقوى عن وجهنا ونحن وفق يعني وجهنا ونفصل دونا إن شاء الله تعالى تقوى بدهان لكن دنا عن روائنا كحرا يوحى وين تقوى وحي آدي أروح رنتها قفك دغن كيسة أي آدي أروح رنتها بهم في ذي سقفك أي آدي أروح رنتها وحي كحرا رنتها قفك ضغط السيد أولا معامل أيوه سؤال ميسي سادرت أيا نبي صلى الله عليه وسلم وحينوش يا إن حتى إيمانك ودينك بأصل كذا وأخلاقك كحرية هاي قفك أخلاقك سواء سنة كحرية هاي نبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا مؤمنين تنو حقوه ناكسا حق إيمانك ما كان لقائه نكا هو أخلاق في عمبه هو دين ناكسا أما هو إيمان ناكسا صلاة هذا ابنه الله عليه سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مرك الصلاة الصامين بكو يا نرسا وحبي كان بدليسا لقا كاريني الصامين بكو يسا بدليسا تاه دانت قالي صلاة أبو ووحا اسكفوا فرستي ويا صلاة بيتش انتو ويا هذاني صلاة وأخلاق هذا يعني طبعا كانوا حكم بدلين وولي مركا أنتو كنشين هي مركا أنتو كنيسين اسكم من آتهاي صلاة أنا دبوا يبتدي بعض بعض صلاة صلاة صح معها سؤال ميسين صلاة صلاة الزكاة إلى الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه يخذ من أموالهم صدقة من الله قدر سبحانه وتعالى تطهرهم وتزكيهم بها وتقطها هي صدقة ترى الطهارة قطعي قف قف نظيف ونقول يا الطاهر والدمير كذا عين وحمانتي كذا عليه هو أخلاقه شيء طاهر بحي وتزكيهم يعني نقل تزكية يا تقول صميني صار قرب أقال صار قرب كذا هي أخلاق ضروري يعني حج كسيدا سوق الألو عليه سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج حال قدر سبحانه وتعالى أخلاقه فلا رفث حمار مجد أفكه وحم ولا لا الله مجد مرة هذا حج بلا وضي حمار واقع مات ما بكون واحد واقع جنت عيبه ولا فسوق الدم بين مجري كرتين ولا جدال مرن إيه استقبس إيه ولا هو يعني لغونا مجرى إسلام تلبية والذل وعبادة وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى هل كاسب وجهه يسنى سائل لبيك اللهم لبيك وكل سائلات كتب في الكعبة الأولى سألك ما يزيد ما كان وح كستاء وعبادة أو المصمين الماي ما حي كيني يا رب لنا يعني أخلاق ديني يسين كل رغم إني إني إثبت شبه كيني سا يصوم كنا وهو ماشي مقصر عنه أوه النبي صلى الله عليه وسلم واتيه هذا أن سؤال كيني إنه يريد يعني رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وحاجة لن يصوم منه صوم في صحبان كفاء إذن حديثي كان النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل قفك أن هذا دنبك أه يا إيه إنه دنبك السمائيه يجاهل لماذا؟ جاهل لماذا بحاول حياة بعض كمان عسل لماذا بفكر صمين له؟ معناها كفرين من وين هو حاجة كسر ده؟ صن لو قف لي إنه ما تزوم مزاج كفر السوء لا سبحانه تطرب يا رجال يا ودمنا يا رجال كسر موت أما سوق أسكت غير لنا أما خالد أسكفر يا يا وهو حمي وقت أبلغ لي نعس ما هو يا رنتي ما كنا على جاءه وهو حنعس ما وقف سوء بعدين برا رجيو بهاي دام برا رجيو بركة واحد وقف وهدي آر بركة حياة بعض نوع عاصم كلاته أسكت دينين نبي عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إلى ضيئه لك مرها قفقة سينو عنتدي إسكدائي يئنا إسكدائي عبدات إسكدائي يئنا إسكدائي إلهي معنا أسمين سبحانه وتعالى وحي معنا أسمين إلهي سبحانه وتعالى أنت أتكتك تيو ويا أو نحرك أها صادرت نحرك عبادة المسلمين نحرك يدو وحويا تقوى إلهي سبحانه وتعالى إن نحل سيسويا صادرت حضرنا ابنه آياتها الصومكة إنه كوا جبيين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بوقا دين عبيه داري بقران تاي كتاب مصحف كامركا سوقة بتين طبعا على سعودية مدينة دين عبيه داري بقران تاي بوقا كسقه الرياء ورين عميه كتاب آيات أبوه الرئيسة وحلاء إليه سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وناك مأهن وناك مأهن إن أتجي ستان مركا تكنيسان دنكا بريء يدنكا بروح منا يعني نعد أتجي سنيسان معنا ما صمينا سو
فوم كعبادة هي قلفوف تي هذا كورين هي قشر هي سيدة أبو حصمة يعني سان معنا بدل ما سوينا يسوع لكن واحد معنا سوينا واحد حي بر جواكم بير الله سبحانه وتعالى سعي أنا برأي سبحانه وتعالى تقوى بر واسكو معنا وأنا كنت رزين دون ما كان عايز ما تقول إن شاء الله وتعالى البر والتقوى نفس الشيء صدرت إلهي وقال سبحانه وتعالى بر جمر كأنا إدين شيء يعني أما تقوى أنا إدين شيء يعني أنا عاد تكن إنسان معنا ما سوينا قام كعاد تكن إنسان معنا ما سوينا يوم لكن بر جواكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأصول الإيمان إيمان أصول شيء سوى يقف منه حقيقي سألك ما يصير قال الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان أنه شيء غير والتقوى وأصول الإيمان يقف منه حقيقي أي تعي أي قال الله سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله عليه سبحانه وتعالى وارتقوا الله قطعا لإذن كدونا أما برغا لإذن كدونا يوام حي وحي واني صلاة تكوني وزكذي بحيني وبلنك وفيني وصبر لا إيماني وهدي لبعض أكوت مع الصبر يا وهدي وناك وهلا الصبر يا والدجنان يا وهدي الدجال والرعب صبر يا وأتكيسان يا يا أولئك الذين صدقوا وحكبوا ذي قوة صدقة بحيني بكون جدا مارتي يا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وحويا إلى قدر سبحانه وتعالى قف كنوا يقف ديق سئة وحولاه لا يسي سبحانه وتعالى مساكين دي يا قرابتي يا أقوانتي يا سينة يا أي لا قدر سبحانه وتعالى نحو كأن نقدر لنا ما هو وام حي وحن قلت شيء لو حاصل من إله سبحانه وتعالى بالقف يصل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب مركا تكون إنسان إن عاد وجه سنة إنسان إلا يجا إسكوها يسلم وقت أمضيه وريك كريستان كي يهودا إسكوها يسلم نعلو تكون أيوه لنا عاد أنت كأن إنسان معنا ما هي هذا هو المقصود من العبادة كم ويهو عبادة لغدا ليه هاي ساسو في الألو بليه سبحانه وتعالى مركو حاجك ألا كان ليه وحيو الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلهي مكة ريسو سبحانه وتعالى حولها أد حرم كفق ليسان بيكو ذي هلبكو ذي إلهي قارميا سبحانه وتعالى معنا ما سمعين ريسو هلبكا يذيك الحومة عنه لكن واحد إلهي هو في الصلاة يقوم إذا كنتم يا روام حي ولكن يناله التقوى منكم الله كعبسك قلبك إنك كجرة هذا هو المراد وين كاسو يكن لود اللي هي ساسا نبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إلهي سبحانه وتعالى ما جاء له قروح دينا هي الصورة دينا هي قابقة التأليد لا يمعنى معنى ما سمعين نسو هي مرقية دينا يجي كوسكوسيا معنى ما سمعين نسو إلهي سبحانه وتعالى قرأ أفر الميساء سؤال بميزين ولا إلى أجسادكم إلهي مئلي سبحانه وتعالى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي مئلي في السنة يا يعني وحوى قلبك على حالته كسما يا هاي إيوه قلبك على حالته كسما وحى أي نشر وعمل قاله أي صوصة طيب تاسؤال الإلهي سبحانه وتعالى أريد أسمك إنه الآدي أفكر نوالا مرمان حالتي نقارك هي أمة إسلام كبا وحاو أمة إسلام كبا تضع هي قحرك هي دلوعة هي مشاكلك هي الجريمة هي دلك وحى محاني يدقى الله صفحي محانه عن وحن ركوع وام حي وحن كتقنا النحر كي عبادة عبادة وإن يعني أمزاك وإن قلنا إنه قال الربل وقصر يعني هذا إنه أردينا لكن اسمه يدين إنه وحن نتكلم اسمه يدين إنه وحن صلاة الله وبدا لي اسمه يدين إنه وحن لو سوي اسمه وحن حاجك اللو قالي اسمه يدين إنه يا وحن كما قلين من هو حوي والنحر كي عبادة تائل إنه آد يا آد يا قبر يا ربنه وعبادة إنه أخلاق أي قرشون ولا ما مرمان وإيه رجل في الله علماء ما كي تقوّل كهاليان لنا عكليته وحقة ما أرقتي يعني إسكت ما كي واحد ليان تقوّل وحق كفّسنا تقوّل إنه يتعي ورتبوا إنه كفّسنا كما سيد هذا إله كفّسنا سبحانه وتعالى بيرجع مرق الله تحيي سبحانه وتعالى رماتكم حير إله سبحانه وتعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هو سوى صادقين وأنا متقين ما كي تقوى والبر هو نفس الشيء سأل بيسيد هذه الأعمال تحقيق هذه الأعمال هو تقوى الله سبحانه وتعالى سؤالك ما يصير مرك واحد أوركرنا لك كلت مرك إنه كأبنه تقوى إلهي سبحانه وتعالى واحد لو قلت إذا قفوا بكم صاح عذر صلوا أو كانوا إلهي مراقبة سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى قف إنه في رسالة أو مراقبين أو إيجي أو ضاون أو كرسع إن قلبك هذا يقول كشف إن قلبك هذا أي كشف إلهي وينديس هي عظمة ديس هي جلال ديس هي حيبة ديس إلهي سبحانه وتعالى قلبك هذا حاضر كنت مركز عبادة كنت ليسين مركز سوق مريسين
mar walba ilaahay subxaanahu wa ta'ala weynidiisa iyo jalaalkiisa uu ku hayo waa laga maarmaan weeyaan waxa kale oo taa feer socda in ay mar walba haadir ku tahay qalbigaaga ay ku jirto adiga adoonnimadaada iyo yaraantaada iyo miskiinimada fiqirnimada ilaahay saa u baahan tahay subxaanahu wa ta'ala taas inaad marnaba ka maarmin oo dhaaga isa ka fogelin imisaa la ekahay adigu ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortiisa imisaa ka la ekahay intee baan ilaahay u baahanahay subxaanahu wa ta'ala soo adoon ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala rabbi soo rabbigay baahan soo adoonkiisi maayo ha taa waa inaad qalbigaaga ku jirto marka haddii taasi qalbigaaga ku jirto waxay kaa saacidaysaa mar walba oo dhibaato ama dembi ama macsi ay laga yaabo inay maartay kuusoo xaadirto ama ay kuu timaado waad iska dafcin kartaa maxaa yeelay waxaad dareemaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baahida aad u qabtid iyo ilaahay weynidiisa subxaanahu wa tacaala waxaa kaleeto oo arrintaas soo raacaya qofku inuu yaqiinsado yowman maa ilaahay hortiisa inuu istaagi doono subxaanahu wa tacaala yacni inuu jiro maalin yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalin dadku ilaahay hortiisa ay istaagayaan oo adiga oo keligaa ah ilaahay hortiisa istaagay subxaanahu wa tacaala ilaahay su'aalo ku weydiinayo oo jawaabo aad ka celinaysa wuxuu ilaahay ku weydiinayo subxaanahu wa tacaala rabbi og waxa aad samaynaysid oo dhan oo la socda muxiidku ah rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa haddana su'aalo ku weydiinaya kama qarin kartid kama baxsan kartid been uma sheegi kartid iskama sasabi kartid maxaad samaynaysaa marka taana marka inay qalbigeenna ku jirto waxaa kaleeto oo taqwada soo gelaya in qofku uu ilaahay yaqaano subxaanahu wa tacaala man huwa rabbu aladii tacbudu ilaaha aad cabudaysa waa rabbigee waa kee inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alcaarifuuna billahi subxaanahu wa tacaala hum aladiina yakhshawna allaha subxaanahu wa tacaala ninka ilaahay yaqaana baa ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala marka waa ilaahay garanay subxaanahu wa tacaala da inuu qaafilu dambi yahay inuu qaabilu toob yahay inuu shadiidu lciqaab yahay inuu dhitowl yahay rabbi subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala raxmaan oo raxiima oo dembiga dhaafa inuu yahay alle subxaanahu wa tacaala caliim ah oo wax adag iyo waxaa samaynaysa la socda oo basiir ah oo samiica inuu yahay waa inaad la socotid alle qawi ah oo awood badan oo qadiir ah inuu yahay ilahay subxana inaad la socotid haddii ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisaasi aanay qalbigaaga ku jirin ama aqoonba aadan u lahayn aad iyo aad bay kugu adag tahay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsatid ama soonkaagu macnaha uu kuu sameeyo ama salaadaadu macnaha ay kuu samayso arrintaasi markaa waxay dhalaysaa qofkii markii intaa laga helo in arrintaa uu ku tarjumo akhlaaq iyo dhaqan su-aalka maysa taasay keenaysaa waa automatic weeyaan haddii intaa hore laga helo akhlaaqdaada iyo dhaqankaagana waxa weeye way bedelaysaa taas weeye marka meesha soonku uu taqwada ka soo gelayo waa halkaasoo intaasu inu ku caawinayaa taqwadii inaynu xaqiijino baynu ku caawinayaa deetana waxaynu xaqiijinaynaa isla markiiba akhlaaqdii layna ka rabayna way ka dhalanaysaa automatically su-aalkumaysa qofkii muraaqib wey ilahay ku baqayaa subxaanahu wa tacaala suuqa marka mase biyo ma cabi kartid ilahay baa ku jeeda ujeeda oo ogtahay ilahay subxana wa taala inuu ku jeedo marka muraaqabada iyo cadamada ilahay subxaanahu wa tacaala waa xaadir weeyaan taas marka waxa weeyaan waa hadafka weyn oo taqwada ilaahay ah subxaanahu wa tacaala oo soonka looga dan leeyahay midka labaad waxa weeyaan horta kaa koowaad waxa aynu ka hadlayno oo dhan way soo gelayaan su-aalka maysid marka insha allah inta dambe waan soo dulmarayna insha allah tacala kuma dheeraanayno haddii alla idmo waxa weeyaan midda labaadii waa saddu masaalik ashayaan qofka in uu iska xiro meelaha shayaanku uu ka soo galo ama uu ka daaro ya ilaa shayaanku meelo uu kaa daara jira mugta furayaal baa jira shayaanku qofka uu ku rogo ama meelo furaha uu ka geliyo baa jira meelaha ayaa soonku uu kaa caawinaya inaad iska xirtid inta aynaan soonkaba u tegin ilaahay subxaanahu wa tacaala in marka uu soonku bisha marka ay dhalato adoo weli aan soomin ayuuba ilaahay kusii caawiyey subxaanahu wa tacaala oo jawigiiba kuusii diyaariyay rabbi subxaanahu wa tacaala oo nebigan u gelaya sala allahu calayhi wasalam rabadaanku marka uu bilowdo ilaahay subxaanahu wa tacaala horta albaabada jannadu kuu furayaa kuwii naartana waa kaa xidayaa shayaatiinta iyo maradatuljinnigana shaytaanka iyo jinniga kiisa madaxa adag oo shaytaanka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa xidayaa subxaanahu wa tacaala silsiladu alla ku xidayaa subxaanahu wa tacaala marka waa maxay jawiga aduu diyaar ku yahay wey ka faa'idayso qul ilaahay caabud weye subxaanahu wa tacala ilaahay shaytaanka waa kaa qabtaye aduu naftaada iska qaba wey marka intaa unbaa ku hartay weeyaan taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan oo soonku inu ku caawinayo nebigu wuxuu yuhi sal alayh wasalam soonku waa junna waa gaashaan gaashaanku waa maxay waxa weeye waa gaashaanku de waa gaashaan soma u dhaqaanayo waa shiilka qofku uu isaga dhigayo wax isaga celinayo weya marka waran uu kuusoo turo waxaad iska xiraysaa maxay gaashaan baad isaga dhigaysaa wuu boodaya cidloo aadaya markaas kugu dhici mayo ninkii dagaalkii dhan ba iqaandee waa waxa umaya laba dagaalamin baan umalaynaya laakiin waxa weeye yani wax laga wada garanayo weye shiilka wa noqonaa ama juuska ama waxa la yidhaahdo gaashaanka nebigu sal alay wasalam wuxuu ka cabiray inuu gaashaankaas oo kale yahay seebu marka gaashaanka uu yahay waan isweydiin karnaa laba siyood nebiga inoo sheegay sal alay wasalam oo uu u yahay gaashaan mid wuu inoo sheegay nebigu sal alay wasalam oo wuxuu yidhi asawmu jinnat ama siyaamu junnatun wa xisnun xasiirun min annaar soonku waa gaashaan
iyo qalcad adag oo naarta ilaahay kaaga badbaadinayo subxaanahu wa tacaala marka soonka haddaad gashid naarta badbaada ka tahay naarta ka joogtaa weyaan taas waa qodob horta naartu wuu kaa celinayaa laakiin naarta se iga celinaya waa inaan gaaro iyadan waa inaan fahmo wuxuu kaaga celinayaa liannahu wixii naarta ku gelin lahaa ayaa soonka hor istaagayaa oo kaa celinaya dunuubtii iyo macaasidii iyo shahawaadka raacidoodii iyo wixii dhan uu soonka kaa celinayaa saasaa marka nabigu wuxuu yihi sal alayh wasalam وحده صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل نبي وحده صلى الله عليه وسلم صوم وقاشانه ما لنت أت صومنت هاي قفك ويانو أفك كدن بابن ويانو أدنك كدن بابن ويانو جاهل نمسا ما ينن وحده صلى الله عليه وسلم حتى تلك بسوة تعديو وقلق صوتا دانساتو وحتى راهوني يقول شو أنا صومنا هاي عندنا سنة حكومة سنة إساء وحكومة جنسة قفك مسلم كاي بروتكشن نظام كوية هاي وكعلنا يو وح الله لا يوحي ذنوب تقرين لها ولما وح اسوي دي ويراهم يعني ذنوب هي معاصدة هي وح كلمات المخالفات أو السمينة إنه حقيقة أي كي ماذا مرت أصلحان أصلحان وح كلمات صدح وضوء صدح وضوء أي كي ماذا وحاول يصدح وضوء شهوة الغضب قفك إنه عراضه marku qofku caroodo qofku dilaya qofku dhaawac gaarsiinaya qofku dulmeeya waa caadaya yacni waxa weye mashaakil badan baa waxay ku tacalluqaan carada oo dunuubta qayb badan oo ka mid a caraday ceelkaa keena taas waa qodob soonku waa kaa cawinaya marka su-aalka maysid oo de nabiga rasuulka sal alay slam hadii lagu tacadiyo xataa in nimro saa'im badan ma dagaalami karto waa kaa mamnuuc waa ka caagan tahay taas waa qodob qodobka labaadna waxa weye shahwatu acaam qofku waxyaabaha dembiga geliya oo ugu badan waxaa ka mid a raashin raadin cuntuu raadinaya qofku lacag buu raadinaya wuxuu lacag maxaa lagu sameeyaa lacagtu waa asalka iyo waxa meesha ugu dambaysa oo wax untaa la marinayo caloosha la gelinaya weeyaan marka shahwatu acaamna waa lagaa xiray oo waxa weye wax allaale iyo wixii dunuub ahaa oo xagga tacaamka iyo cuntada iyo afkaaga kaasoo geli lahaa ilaah iyadana waa kaa mamnuucay subxaana wa tacaala soonkii baa kaa saaciday tan saddexaadna waxa weye shahwatu ljins waxa weye shahwada ama shahwatu lfarji waxa la yidhaahdo oo qofku inuu ma aragtay u baahdo ama dee ma aragtay ragga inay dumar u baahdaan dumarka inuu rag u baahdo dhinacaasaan u jeedaa taasna dee soonku waa kaa caawinaya oo wuuba jabinayaaba shahwadiibu waa jabinayaa soonku sida nabigu tilmaamay sal alayh wasalam isagoo dhallinyarada la hadlaya uu yihi dhallinyaruu sooma ee soonku wuxuu idin ka saacidayaa yacnii in aad waxa weeyaan indhihiina laabtaan farjigiinana aad ilaalisaan buu yihi nabigu sal alayh wasalam su-aalku maysin saasuu nabigu sal alayh slam haddii aydan guursan karin waxaad samaysaan sooma ayuu yihi nabigu sal allahu alay slam xoolihii aad ku guursana haddaadan haysan waa inaad suurtad maxaa yeele fainahu lahu wijaa-un wuxuu u yahay dhufaamid oo kale xiniyasid buu u yahay qofka ama xiniyatumid oo kale ayuu u yahay wuxuu kaa celinayaa wax alaali waxay shahawaadka ahaa oo nabigu dee markuu sameeyaa bannaanka uu marayo xataa gabadha gabaha ugu qurux badan hadday ka hor timaado waa ka sii jeesanayaa waxba danka ma laha maxaa yeele waa sooman yahay dhinacna allah ka baqayaa subxaana wa tacaala dhinaca labaadna waxa weeyaan rabitaankii ayaa yaraanaya oo shiiqaya weeyaan waa shiiqaya su-aalka maysid arrintaas marka waa laga maarmaan inaynu fahamsannahay weeyaan nabigeenu sal alay slam isagoo taa ina fahamsiinaya meesha ay mushkiladda inoo ka timaado oo dembigu inoo ka yimaado ayaa la weydiiyey waxay rasuulka ilaahay isagaaba ina weydiiyey atadruuna maa akharu maa yudkhilu nnaasa aljannata waar dadka waxa jannada geliyo oo ugu badan ma taqaanin buu yihi nabigu sal allahu calayh wasalam waxay rasuulka ilaahay bal noo sheeg wuxuu yihi taqwa allaahi wa xusnu lqurb ilaahay lamala cabsooda subxaana wa tacaala iyo akhlaaqda oo la toosiyo labaas jannada lagu galo lagu mutaystaa markaasuu nabigu wuxuu ku daray sal alayh wasalam atadruuna maa akharu maa yudkhilu nnaasa naar war dadka waxa naarta geliya oo ugu badan ma taqaanin naar waxa lagu mutaysto ma taqaan waxay rasuulka ilaahay maya noo sheegay wuxuu nabigu sal alayh slam alajwafaani labada gudgudan waa dadka cadaabta geliya labada gudgudan waa maxay alfamu waalfarju saasuu nabigu sal alayh wasalam waa afkaas iyo ibta weeyaan labadaa qofku haddii uu kontroolo oo ka adkaado nabigu wuxuu yihi sal alayh wasalam man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wa fakhidayhi adman lahu ljanna qofkii ii damaanad qaada labadiisa gab waxa u dhexeeya labada lafgarood waxa u dhexeeya iyo labadiisa adin waxa lugood waxa u dhexeeya dee labadaad waxa ku jira waa la garanayaa wuxuu nabigu sal alayh wasalam admanu lahu ljannata jannata balan qaada qofkaas ayuu yihi nabigu sal allahu calayh wasalam dee soonkii mintaaba soomaa intuuna ka caawinayaa soonku wuxuuna ka caawinayahay waa labadaa inaynu ka adkaano shahwatu lfami wa shahwatu lfarji iyo shahwatu lqadab saddexdaa haddaynu ka adkaano jannadu waa garantii weeye insha allahu tacaala haddaynu qodobka intaa uga gudubno qodobka ku xigaayo waxa weeyaan qofka muslimka maqaasidda soonka looga dalayahay waxaa ka mid ah
إلهي سبحانه وتعالى إنه جالس أقوى كوسيي إن العبادين بدن سمين كرتين صوم كي بفر الله جاك لقي قيام رمضان كي بالغوص نيجي صلاقات كي بالغو أمري قرآن كي بالغو فصحي والغوص دايي وحويا دنع والبوت ولا قاضي وحد كغني مسنا سامحي إلهي سبحانه وتعالى خيرات كاس بركات كبشه وقريي مركب بشه وحيابها لو قدن لي وحكم إذا إن لقفا إذا استوقفه وأكون كي زبوح صوم بشه رمضان ما أنا أعماش وكب حليا أو احترس أوكليا بل إلهي سبحانه وتعالى أعماش سوى الله الله بيا وح الله لي وح بشه رمضان السميسين أنتي عاد سمين الله بشه كوريس حتى هدي عاد سميسين ويكبر السنتين عاد سمين سا كبرن وأجل إلهي وقاسري يكبر سبحانه وتعالى هل درهم قد بشه رمضان بحسين يا هل درهم قد شعبان بحسين اسكم من ما اسكم من الدواء ويا سؤال ميسين ما كب بشه إلهي سبحانه وتعالى وقدر لي هاي سا أدري ميسين رب سبحانه وتعالى وقدر يا إنا نبيش إنا أما بورسات الإنسان يبوح سنه ويوضع أنه يبوح سنه بشكل بحرق النمان سؤالك ما يزيد ساسا ما كان نبي صلى الله عليه وسلم وحيابه ونكبه الرئي وآل يا الله نفره وحكم ده قفه إنه صدقوين كاللبه صدقه وحيابه هو وين بكبته بشكل رمضان لغفة إيديسته ساسا النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ده عددك كان ودي أغسل أصلها هامبا لكن بشكل رمضان مركع المغطوه النبي صلى الله عليه وسلم هو كأنه من يعني كان أسرع إلى الخير من الريح المرسلة سيد أنس رضي الله تعالى عنه سيد الضبيل وكلا تنبو وقل إيرين جلس الله عز الخيرات أي بحنتا بحن حقا كوشب حقا كوشب حقا كوشب قف الله لي ضفل قاتش سنة ذلك تب نبو صلى الله عليه وسلم واسيني صلى الله عليه وآله وسلم محامر كسيرت كوشب تاي آي تاي سيد كوشب تاي وحا وإيا سيد أضاي صوت المعني قفكم مركب وصومية هاي وحا ودريمية قاتش هذا أي ضفل قرام بكران كرا ودريمي كرا حنون كيبو أركيا صادقت أيا وحا لقولي نبي الله سليمان عليه السلام سليمان نبي نواها سيد ابن هاي فقر نواها من قاعد يسمع رقم عين إلى النبي إذا قال واحد يشتري مكتب فقر رأها واحد يشتري قارن فقر رأها وحبا أنا هاي سن حرب ذنب أنا هاي سن سؤالك ما يصير وأنا العمي وحبا أنا هاي سن النبي صلى الله عليه وسلم فقر تويرة والله صلى الله عليه وسلم حولها والله صلى الله عليه وسلم سجى دينه صلى الله عليه وسلم حدوري يلو أحاضن النبي صلى الله عليه وسلم عبدا شاكرا أدون إلهي سبحانه وتعالى أشكرنا يا إنه أهادو عبد صابر إنه أهادو أي نقدوني صلى الله عليه وسلم صادرت الدنيا دي أوران تقول تمت أيوري ما يمال كم الدنيا وإيش كده إنه صلى الله عليه وسلم سؤال ما يزيد مركا نبي الله سليمان وحكم دها أم بيد إلهي وهذا رب برضا هاي وحسن ده هو أي بوحر حلا هاي استي سؤال ما يزيد مركا لكن واحد يلو عن تلمح عن تلمح عن تلمح كذا تلمح هذه رب كذا تلمح أنا في الحين مركا والله ودي واحد ويري سليمان هو نيو خوري أدو كورن الله هاي استا حتى رجعش عنده شيء حد عيب عليه مركوح إذا أخاف أن أشبع فأنسى الجائعة وحكمنا يهتان بربو إنا إلا وكي قاتشنا حانو قاتشنا يا مركا سيان أهل ما من نكي قاتشنا هذا واحد من أولا نبو الله سليمان إيه نبو الله داود عليه السلام وحكم ديه أنبياء إله سبحانه وتعالى عبادوين كأي سمين جنان الله إنا أمري وكضي ذا الذي يرب وأنه معطي لنا كفر إنا كل يرينه أي أي كم ديه سيصونك إسماء الله الكبار ساسو قال نبي الله يوسف عليه السلام هو اسمه ده إلهي سبحانه وتعالى خصنا ذي مصر وقول لي بي أيا اسمه ساسو قال اللي قوري هو حالي سليمان وحنا يوسف هو نيو حولي ورنا الله يستا وخصنا ذي بدأ أنا بسوكا حتى أنا قال شو أياك هاي سو ما نسوا سو ما تروح عن الميسين وحولي اسمه ساسو قال إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائعة وحنكبر يا هديا عنتوا إن إسكت ضاقة وكل رجوع أنا أقولك قال شو سهل ما كبر عنتوا ذا نسيوا يحقوا ذا نسيوا سؤالك ميسين مركا وحاوي هنتي وحا كم تهي مقاصد ووين وشرع على أي كم تهي قف إنه قاتش الله ضريمه وبالتالي أنا عن كفه منا مركا إنه كذا لنا يا حدي صون كابو أنه قاتش وسن قدرن سينين يا وأرين تو أرنا أي تهي إن الوقت يدي عن تلا أتمنى لهاي يا أقوم كلا بده شيء لكن فود أنت يجاك على يا عن تلا أتقاعد هذا شيء أنا أنت اللي ربي أنا كيرين أنت يعني أنا كيرين أرين تاس إذا ما قالوا نسوي تقص ضمن تلقاها ما قالوا نسوي يعني أرين تقولون كبر أو نسوي يعني وحيابها إلهي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نوجد إن كبره وحكم الآ ضدك قاعد شيسن أو صوما إلا نفع ديس أو لسوا لا فريو وحين النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء قف كي أفريا قف صوما إلهي سبحانه وتعالى وحسين يا أجر كيسي أو أجر كيسي أو محله ولا أجر محوكي لا يكاس أفريا يا أجر قوري يا واكه وأجر بالصوم قوية أجر كافر كمان وأجر بالصوم قوية مركب قفكو حبه هلي كرا ماشي مانتر وكسوه ملها هل بل وكسوه ملها إنو صومه لو بلوت صدح بلوت أفر بلوت إنو صومه إسوه سرطة استعمالية كفا يدي سنية يعني شنطة فداد أفوسين
waxaad la ka dhigan tahay qof soomay shan bilood qof soomay aad ka dhigan tahay iyo taadiyo lagugu daray lix bilood baa soomtay weeyaan su-aalku maysid arrinta marka inaan ku baraarugnaayo waa laga maarmaan weeyaan waxaa kale nabigu lehi sal alay waslam man saqaa saa'iman saqaahu llahu min xawdi nabigu lehi sal alay waslam qofkii biyo siiya waraabiya qof soomalaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka waraabin doonaa xawdka nebiga sal ly sl darka nebiga ayuu ilahay ka waraabinayaa subxaana wa tacaala sharbatan laa yadma'u xataa yadkhula aljannata yacni ilahay wuxuu ka waraabinayaa subxaana wa tacaala waraab aanu qofkaasi gaadharaa dambe aanu dareemi doonin ilaa jannada uu ka galo de jannadana laa tadma'u fiihaa walaa tashqaa weyaanba haraad iyo gaajo waxba miyaalinba walaa tacaala arrintaa marka inaanu aad iyo aad ugu baraarugnahay walaalayaal waa lagama maarmaan weeyaan aad iyo aad bay laasim u tahay inaanu ka faa'iidaysanno oo aynu masaakiinta aynu quudinno yani runtii bisha ramadaan waxay ka mid tahay bilaha dadka muslimiinta ay ugu deeqsan yihiin bay ka mid tahay oo laga faa'idaystay ka mid tahay laakiin waa inu arrintaa sii badino si laba laabno weeyaan waxyaabaha bishan ilaahay subxana wa tacala sida gaarka inuu ka rabo inaynu maarata ilaahay ugu dhowaano waxaa ka mid a sidanu ognahay qiyaama ramadaan taraawiixdii iyo sunooyinka kaleto mutlaqa qof isagoo weliba qarinaya oo intii uu qarin karo qarinaya kuwa caamkaaga oo isugu imaaliyana ka faa'idaysanaya arrintaas waa laga maarmaan dee nebiguna sal lay sl wuxuuba ku xidhayba in ilaahay dambi dhaaf subxaana wa tacala kusinaya wax allaali waxay dambi ahayd soo martay ilaahay ku dhaafaya subxaana wa tacala arrintaas waa laga maarmaan waxaa kale oo ka mid a laylatulqadriga oo ilaahay subxaana wa tacaala sirtii bisha oo dhanba uu ku ururiyey rabbi subxaana wa tacaala ayaa iyaduna ka mid a inaynu ka faa'idaysano waxaa ka mid a tilaawatu lqur'aan oo waxay ka ogna qur'aanka sidiisaba in lasoo dejiyey bisha ramadaan haddaynu si kaleto u eegnana bisha ramadaanba waxa ilaahay u doortay oo ilaahay subxaana wa tacaala u sharfay bisha ramadaanba waxa weeye liannahu unzila fihi lqur'aan shahru ramadaan aladii unzila fihi lqur'aan bishaba waxa loo doortay ilahay u xushay subxaana wa tacaala bilaha kaleto uga doortay ilaa rabbi haduu doono subxaana wa tacaala bisha safar iyo maxaa ku dhahdaa rabic alawal iyo rabic athaani iyo shacbaan iyo shawaal iyo baa laynu ku faraliyeyn lahaa inaynu soomo haddii allagu doono subxaana wa tacaala bilaha oo dhan buu ku kala tagtagsiin lahaa oo bil kasta saddex ka soomo oran lahaa rabbi subxaana wa tacaala ma afar ya laakiin ilahay subxaana wa tacaala bisha ramadaan ayuu doortay lee liannahu subxana wa tacala sagaa inoo sheegaye shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan weeyaan nebigeena sal allahu alayhi wasalam bisha ramadaan qur'aanka waa uu mudaarasayn jiray waa uu ku celcelin jiray nebigu sallallahu alayhi wasalam waana dhammayn jiray khatami jiray waana ku celcelin jiray nebigu sallallahu alayhi wasalam jibriilna ilahay baa uusoo diri jiray si ula akhriya nebiga sallallahu alayhi wasalam culammada islaamku saxaabadii laga soo bilaabo ilaa yowmina haada waxay samayn jireen bisha ramadaan marka ay tahay wax kasta oo kale ay ku mashquulsan yihiin waa joojin jireen ama waa yarayn jireen xataa hadday xadiid dhigayaan hadday fiqi dhigayaan hadday madaaris dhigayaan haddii ay intay ka soo go'aan ayay bishaasi qur-aanka afka saari jireen arrintaa marka inaynu ku baraarugnaay ilaahay subxaana wa tacaala ina ku duwee waa lagama maarmaan weeyaan wuxuu leeyahay kacab radi allahu tacaala canhu yunaadaa yowma alqiyaamati ama yunaadii yowma alqiyaamati munaadin maalinka qiyaama mid baa dhawaaqi doona malaa'igta ka mida dabcan markaasuu oranaya ina kula xaarifin yuctaa bixarfihi wayusaadu nin allaaliya ninkii wax soo beerta qiyaama la joogaa moogtaa waxaa leeyay nin walbaaba maanta wuxuu goosanayaa wixii uu soo beertay waxna ilahay waa ugu daraya subxaana wa tacaala soo arki maysid waa qiyaamadii baa la taagan yahay nin walbaaba wixii uu soo goostay oo maanta oo qiyaamo ah uu la yimid oo boorsadiisa ugu jira ayaa laga abaalmarinayaa waana loo siyaadinayaa ayuu yidhi deetana wuxuu ku daray hayra ahli lqur'aani waasiyaam laakiin dadka ahlulqur'aanka ah iyo dadka ahlusiyaamka ah iyagu taa kuma jiraan ayuu yidhi yuctawna ujuurahum bigayri xisaab iyaga waxaa ajarkooda loo siinayaa xisaab la'aan loo beegi mayo loo miisaami mayo ilahay baa subxaana wa tacaala ku hurgufaya ilahay waa siinaya subxaana wa tacaala innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ilahay subxana wa tacala xisaab la'aan buu ku siinayaa waxaana sidaas oo kale nabigeena noo tilmaamay sal alay wasalam xadiidka aad taqaaniin asiyaamu walqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soomka iyo qur'aanku addoonka way u shafaaco qaadayaan way u ergoonayaan maalinka qiyaame markaasaa wuxuu oranayaa buleyi nabi sal ly slam soomku wuxuu oranayaa ilaahay uu maalintiiban cuntadiisii iyo shahawaadkiisii iyo wixii naftiisu ay muhanaysay ama ay rabtay ayaa ka hor istaagay ilaahu jannada keli buu oranaya soo argi maysid qur'aankuna wuxuu oranaya ilaahay hameenkiiba waxaan ka hor taagnaa hurdadii inuu seexdo hameenkiina qur'aanku akhrinayo soo argi maysid ama ha taagnaado ama ha fadhiyo qur'aankii ilahay buu akhrinayay subxaana wa tacaala marka ilaahay subxaana wa tacala waa ka aqbalaya bi nabiy sal llahu alayh ali wasalam arrintaasna waa laga maarmaan qodobka afraad waxa weye waa taxqiiqu tawba
إلهي وحيابها وبدن ليه يعني بيش رمضان وحاكم الله سبحانه وتعالى أدوم كيسا مسكين كأه إنه الدنون تكهو تفوق إلهي سبحانه وتعالى كالضادي إلهي وحدوني سبحانه وتعالى الدنون تغنونا كالضافو بس كده يجرب سبحانه وتعالى مرة بدنون تينا إنه حمار صنع هاي سألكم ميزين صادقتين أي إلهي سبحانه وتعالى سوى البئن وكبور ريي أعماشي أي مستمين إني وإنه إلهي قلوا أنا بيش رمضان إلهي وكد ليي والنتيجة دخل الله يسأل وكد ليي بحي دم بالآف من صام رمضان إيمانه واحتسابا حاكم الله إياه دم بالآف ما كبش غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام الليل من قام رمضان ولا قفك استاجا قيام رمضان تراوح دي صلاة الليل كي وغفر له ما تقدم من ذنبه يعني واحد مودا إلهي سبحانه وتعالى إنه دوني ذنوب إنه لك تشفر سبحانه وتعالى إنه لك تشفر دوني إلهي سبحانه وتعالى صاصة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وحلي هي يعني حديث كان مشهور كان اللي يقانو رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم سلخ ولم يغفر له يعني نكا سوى نمت اللوبي نمت رمضان أصوك علي ورمضان حتى كم بحي وسوى الدم بيسيء على القافين نكا سوى دلوبي النبي صلى الله عليه وسلم حيو دلوبي نكاسي وحيو دلوبي لأنه كما فعيني سن علماء وحي الله متى يغفر له هذا رمضان اللي هو القافين نكاسي قرما الله القافي ده رمضان ودم الله قسم يسنا يلا نم بقسم يسنا دم الله نيجي كيف إذا سوى قرما الله القافي أوه إلهي وحكم رينا سبحانه وتعالى رد من الله حديث كنبي صلى الله عليه وسلم قل لي هاي شياطين طوال حراء الباب هذا نار طوال حراء هو تنظر طوال فراء آخر كيس وحى كتير النبي صلى الله عليه وسلم قل لي هاي وينادي مناد يوم يعني وينادي مناد قف بعد ملك بعد واقي بل أكثر أحكام بعد واقي وهو قرنا يا يعني قرنا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم نيجي شر دنيا وكتشوف سو نيجي خير دنيا سر وكفى إذا مشى الله أوكي وحنا بقول الله صلى الله عليه وسلم ولله المتقاء من النار وذلك في كل ليلة إلهي سبحانه وتعالى بشر رمضان وحول لي يعني ضد سيدي سب إلهي وطرطي أو نار إلهي كفر يسوع سبحانه وتعالى أنا ودم الله في الأسماء سبحانه وتعالى نار بالمتنايل إلهي وحريه سبحانه وتعالى وأضم إلهي وحريه سبحانه وتعالى حريا أرجو ميزين وذلك في كل ليلة همين والبع أيين ما أرد بوجه تابيون النبي صلى الله عليه وسلم وحباه النبي شكف أيضا لو حكم ده سنة المعنى هدايته إن قفه وأود إيا لنا يوم إن نفتي سماري يوم أو كنتروله سأرجو ميزين وحي قدوني إنه سمي وحي أنا دوني إنه كتبه عند مرة تدوى كتريسا هي مرة تدوى كتريسا شهوات كل مرة تدوى كتريسا حمان مرة تدوى كتريسا عبادوني كنا نفط هذه بتكون عربنا يسا وقفكم دعونا سكسي يحضر ربي بشر رمضان مرك أنا يحين سنعتل لكم أوح ونعكسن لكن ويرتع من سكتك عدتك تاي ويرتع بشر رمضان وين تكنا ليه؟ لأنه بشر رمضان إرادة إني وقوي وياه وإرادتها إرادة وحمين الدورين إنه محقيق إنه سؤال كم يصير مرك تقوية الإرادة وحيابه وحكم تاي إن كل عاون يوم وإن كل يوم قلنا يا بشر رمضان إنه كفى إني سنه وأي محقيق إنه وحيد أي الدنيا سبحانه وتعالى صادرت ولما ذو وحيد أنا صدح الرماد أيها وحي بشر رمضان كهذا ساعد يسا إن إرادة أي قوي النقطة سلحة سوحة وهي كفه عن الشهوات والملذات وعن المعاصي طيلة شهر رمضان بشر رمضان أو نقفه وحي به شهوات كها يوحي من نفسي يسأل قبطي هي حتى هذا الكرادي هي وحي من معاصها هي معاصبي هي ذنوبتي قفه وكعادي وكريبي سؤال ما يزيد حسمك وحي قفك السين يسا إن كنت وحي قفك السين يسا إن وأوده يشعر نفسي يسأل إنه سوى كنتروله ماشي النفط هذا يعني إيموشن كده وكنترول لها أو ديزايرز كأنا يوم حياة النفط هذا أذكر راعي لحياتي هو ده إلهي سبحانه وتعالى أوده وسيجي إنه هو جان كي النفط هذا قعدت بوسو بري رب سبحانه وتعالى أضام ما مر النفط هذا ما أنت وأذكر أردت هاي فكر نك الرجعي وأنك بيش مك أي بعضه هو جان كاسيد أبوس هاي قطع أبوس هاي شو أرجع ما يزيد وأذ هاي صنفتي حدس دين زمك سأبوس هاي شربه هو جامي هل قبوس يود وياه نيك الناس كأنه واحد يمرك بيشو أي رمضان أي بحضر نيك فرحك قد سيدا ينفتيسا أو واحد رد كوسي دايا مرك أصو عن وعب وواحد ويوحر تسمين ويسكدن باب ومعازي يسكدن باب أي ما تأسكن قليا إلهي واحد كبري الناس سبحانه وتعالى نبا 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 بالبعديو خذك الله وضعك هو عاون سا واحد ويان قفك واحد على فر يا بشر رمضان إنه اجتهاد يغذل لي ما وطاعاتك عبادات وكفر قبصر سيادتر قفوا نفتي سموه كل ريحية عبادونك هي وناجي من كل ريحية ثاني واحد وانا اسمه يمركا والنفط هذا كنترول بطبع سوى ريحة كانت النفط هذا سؤال قم يزيد من تصلح هذا واحد ويان والنفط هذا أذكر لعد كان كتبش رمضان تجودي بقود يا تذكر رمبا وضع صمون تذكر رمبا وضع تكني تذكر رمبا وضع هناك وضع شغلين وكوضع شايفين
مساجدك دروسي وانا دروها يا مرك تحسن ويكون ساعد يسويان دارت كفى إذا سنن بلاها كله ترى كفى إذا سنن يسويان مرك قفك مسلم كا قلب يسوع بشر رمضان وأدقيه وقوي ويان ونري وناجي وكفى إذا سكرى إلى وحكبرنا سبحانه وتعالى مرك إنه قلوب تهما ورب سبحانه وتعالى كذبه من إله سبحانه وتعالى أفرش على وأخذ على وإله سبحانه وتعالى عبدا إنه لا نرجع حكبرنا سبحانه وتعالى وحن إن شاء الله تعالى بسوق جميلنا سدابا مركا بشر رمضان حدي أن قرنا مقاصد داس يدنت الوجد اللي هي سيرة الوجد اللي هي بشر رمضان وقرنا سدابا نقف إلى سكرنا مرك سدابا نفتح وخص بقرأنا المقاصد داس جارو أن حقيقيه وأنا إيجا بحصل إنه يدافن وحوي يقولك القوات شن طلبا بسوق جميلنا قولك قال وحوي إن ظهرت قرنا يصير مقاصد إن ذكرتين هذا المقاصد يدنت الوجد اللي هي مرادك يا يجب جدوين بشر رمضان لو سويو أم بشر رمضان بلوك فإذا سنة هدادا فهمين ده واحد ما قارف في المقاصد هذا جدوين كاسمية تامر وقلب قلت لما أنه واحد ويد إله سبحانه وتعالى كاشو بحيث نفتادك وما في الله رمضانك وما في الله دادكرك وما في الله إله سبحانه وتعالى هدادا كاشو إلهي وصل يعني كالمين إياك نعبد وإياك نستعين إله ودانك عابدين عبادة الله افتادنا هدانك كالمك ويجزيننا نبو صلى الله عليه وسلم كلها معاذ رضي الله تعالى عنه وحكوت عيسته اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى واحد يقول من يسألك حصون على ذكرك وشكرك إنك هو مهد عليه وحسن عبادتك أي عباده ونبسنك عابد إله يبوك هالمال إله كبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه هل كمان كنا نفهم منها إن ضروري تهي إن حد يقر أن كعل عنه إله يبوك هالمال بيش رمضان مقاصد يدنتي أتكلم هاي إن الحقيقة إلى هو قام إلى هو قام مدة صلحنا وأفرادنا وحويان قفكو إن وضتك كلاتك كاشبه يا لا قفكو وحويان هدي وكل بيس هاي واحد من مقام كرم وقتها مرك هدي بيش رمضان وكلات مثلا أدمير علا دقتها أدمير تولا دقتها رصاص وكلاته وحويان يعني إلى ترى وركان يقولوا لي سووا ماذا أما يقولوا لي نحن سووا ماذا إنه هذا تكرر هذيك لا تنور باصي حنايا سؤالكم أي شيء بركة إسكاشبو إمبوت بوكسينا يا وح بوكسينا يا كوش وين بوكسينا وريح يا وكل رجلنا يا وحكنا مشاريع تخيل هاي وكل هذا هذي ما تروح ويا قفل بقى عن الخصوصين وحال إنه هو بيقول عايز يستمر في سجل ديستو وانا نعم الحمد لله إسكاش والله مش ممكن يدور دولة هاي هي هذي الدولة تشانس إسكاش يعني قفل بس لها وهي عارف لكن هذي ما تقول نكوي ما تقول كيرا وركاله ومسلمين تمارة ما تقول بيجي غزة كل بعطيسن أيه العبور هنا كسر هذا كيرا هذا وتقدر يسأل سؤال بس إسكاش المشاريع تخيل قا أو هناك إن كل سكا عشان إفطار الجماعة قا سكوا ما نشاء وركب ولا أشوف لا يصبح إسكا وحباه نوع عصا فلاتا وحكمي وحباه هو كالمني أنا مقاصد قاعدين قلقة أفراد واحد ويقف بقوله توابرو بشر رمضان بله هذا نفتي سأله كل توابرو معركتي وناجا يا خالد أنا كنت أقول لي إنه كل توابرو حتى إنه أصي والله أنا ضيعين مدة غضب ما يصير واحد ويا قفكو إنه بلدتك صالحين تها لقصوا برابع عن بيدي إلى بيدي إلهي يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا صالحين تي بل سيرة ضوضة يا تاريخ ضوضة قفكو إنه أخيوه بل سيدا الرمضان يلي ترين يا سيدا قفة إلي سنجينا قفكو إنه يسوي ديو ودول إسلام وحدان ألكتب وديا بس أروح أسلاء وحن ما يشبوها إن هاي صن ما هذا ما هم بأسلاء هاي كلا يوحب رينا سبحانه وتعالى إن إنا وافتشيهم خير خاسي إلهي وحب لنا سبحانه وتعالى أنه قال ميه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي وحكبرنا سبحانه وتعالى إنه عفك عفسك يا عافماتك إلهي ونسي سبحانه وتعالى العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى هذا الإرادة